السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله مكملين مع بعضنا منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الأول 2025 من كتاب الأضواء. إذا سنة خمسة أول مرة تشوف قناتي، يا ريت تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. إن شاء الله هنحل مع بعضنا في الفيديو ده. اختبر نفسك على القصة القصيرة، اكتشف مهاراتك من كتاب الأضواء صفحة 51. يلا مع بعضنا نشوف الفيديو بتاعنا. عندي السؤال الأول بيقول لنا ايه؟ القراءة المحررة من المحتوى، اقرأ ثم أجب. في بداية العام الدراسي وزع علينا معلم الفصل ورقة وطلب منا أن نحتفظ بها وأن نملأها طيلة العام الدراسي بالمهارات التي يكتشفها كل منا في نفسه، وطلب منا أن نفعل ذلك بدءا من الآن حتى ينتهي العام الدراسي. ومرت الأيام واجتمعنا مع المعلم في آخر يوم دراسي، وحينها بدأ كل واحد منا في إخبار المعلم بمهاراته. فمنا من كانت لديه ثلاث مهارات كالرسم والكتابة والغناء، ومنا من كانت لديه مهارتان كالتلوين والطبخ، ومنا من كانت لديه مهارة واحدة كالخطابة أو إلقاء الشعر أو التمثيل. وفي النهاية أخبرنا المعلم أن كل واحد منا يمتلك مهارة أو مهارات تميزه عن الآخرين، وأننا لابد أن نبحث عن مهاراتنا وأن نكتشفها ونطورها باستمرار. عندي سؤال الأول ولتخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: مرادف، نطور، نزين، نحسن، نرتب، ننظمه. طبعا نطور بمعنى نحسنه. تمام. عند سؤال رقم 2 قال مضاد اجتمع، ابتعد، هرب، انتقل، افترق. طبعا عكس اجتمع طبعا ايه؟ افترق. المضاد طبعا اللي هو ايه؟ اللي هو العكس. السؤال اللي بعده أكمل ما يأتي. طلب المعلم من التلاميذ أن يملأوا الورقة بإيه؟ طبعا بالمهارات التي يكتشفها كلا منهم في نفسه. تمام. عندي سؤال رقم 2 قال اجتمع المعلم بتلاميذه في نقط العام الدراسي. طبعا في اخر العام ايه؟ في اخر العام الدراسي. في اخر العام الدراسي. رقم جيم قال ما المهارات التي اكتشف التلاميذ انهم يمتلكونها؟ عندنا مهارة الرسم، وعندنا الكتابة، وعندنا الغناء، التلوين، وعندنا الطبخ، والخطابة، وإلقاء الشعر. وعندنا كمان ايه؟ التمثيل. تمام. عندي السؤال الثاني عن طبعا ايه؟ القواعد النحوية. بيقول لي حد شبه الجملة في الجملتين الآتيتين وبين ايه؟ نوعه. طبعا عندنا شبه الجملة عبارة عن يا اما جار ومجرور، يا اما جار ومجرور، يا اما ايه؟ يا اما ظرف. الظرف ده يا اما ظرف مكان او ظرف ايه؟ ظرف زمان. تمام. عند الجملة الأولى بيقول إيه؟ يضحي الجنود من أجل الوطن. فين شبه الجملة اللي موجودة معايا؟ طبعا شبه الجملة اللي هي إيه؟ من أكل. من أكل. تمام. طب نوعها هنا طبعا هنا إيه؟ جار ومجرور. تمام. عندي السؤال رقم 2 قال لي غادر الضيوف مساء. فين شبه الجملة اللي معايا؟ كلمة طبعا ايه؟ كلمة مساء. نوعها طبعا هنا ايه؟ ظرف زمان.
ظرف ايه؟ ظرف زمان. تمام. عندي السؤال اللي بعده بيقول لي اجعل الجملة الآتية للمثنى مرة وللجمع مرة ايه اخرى. هذه قصة نافعة. تمام. اول حاجة للمثنى هقول ايه؟ هذه. نقول ايه؟ هقول هاتان قصتان نافعتان. دي طبعا ايه؟ للمثنى. اجمع الجملة دي اقول ايه؟ نقول هذه قصص نافعة. تمام. عندي السؤال الثالث على القواعد ايه؟ على القواعد الاملائية. بيقول تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. ما اعظم المصري. طبعا هنا ايه؟ ده اسلوب تعجب. هنا ايه؟ هنختار علامة ايه؟ علامة التعجب. هنا نحط ايه؟ علامة تعجب. تمام. رقم اتنين، هل الشجرة مثمرة؟ طبعا هنا بيسأل سؤال بدايته طبعا اللي هو اسلوب الاستفهام اللي هو ايه؟ بدأ معايا بهل. يبقى على طول هنا هنحط ايه؟ علامة الاستفهام. علامة الاستفهام. صوب الخطأ الإملائي فيما يأتي. يشعر المهمل بالشقاء. طبعا عندنا يا سنة خمسة الباء عندما تدخل على كلمة فيها ألف ولام لا نحذف ايه؟ لا نحذف الألف. لا نحذف ايه؟ الألف. يبقى نكتب كده بالشقاء. يبقى حرف الباء عندما يدخل على كلمة فيها ألف ولام لا نحذف ايه؟ لا نحذف الألف. تمام. عندي السؤال الرابع بيقول لنا ايه؟ التعبير الكتابي. اقرأ اللوحة الإرشادية الآتية ثم أكمل. تمام. عندي إشارات المرور. ده طبعا ايه؟ عنوان اللوحة اللي معايا. قال يؤدي عدم الالتزام بإشارات المرور إلى وقوع العديد من الحوادث، لذلك يجب الالتزام بإشارات المرور للحفاظ على حياة الجميع. عزيزي قائد السيارة، عليك الالتزام بالآتي: عدم الانشغال عن الطريق بأي أمر، معرفة معاني إشارات المرور، عدم التحدث في الهاتف أثناء القيادة. ده طبعا دي لوحة ايه؟ لوحة إرشادية. طبعا دي ايه؟ عندي العنوان اللي معايا طبعا اللي هو ايه؟ إشارات المرور. ده عنوان اللوحة اللي معايا، إشارات المرور. نكتب كده إشارات المرور. المقدمة اللي هي طبعا ايه؟ يؤدي عدم الالتزام بإشارات المرور إلى وقوع العديد ايه؟ من الحوادث، لذا يجب الالتزام بإشارات المرور للحفاظ على طبعا ايه؟ حياة الجميع. دي طبعا كلها ايه؟ كلها المقدمة. تمام. مش هكتبها طبعا عشان ما اطولش عليكم طبعا ايه؟ الفيديو. تمام. عند هنا احد الارشادات. طبعا انت هتختار اي ارشاد من اللي هو مديهولنا وتكتبها. تمام. ممكن نكتب عدم الانشغال، عدم الانشغال، عدم الانشغال ايه؟ عن الطريق بأي امر. تمام. وبكده يا سنة خمسة وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى تكون استفدتوا. ياريت ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.